السلام عليكم جميعا، معكم سناء. اليوم اختي غتقدم لكم واحد الوصفة بسيطة كتحضرها للفطور وفي متناول الجميع. هنا عندنا تقريبا شي 10 درهم ديال الصوصيط قطعتها ماما مزيان. هنا عندنا تقريبا شي 10 درهم ديال الفرماج حمار محكوك، وهنا يعني الكمية اللي عندك تاع البصلة شن فيها. وهنا لقينا الشعرية الصينية، شوية دي الشعرية الصينية. راه اختي دارت الماء يطيب باش تخوي على الشعرية الصينية باش ترخف. وهذه ورقة البسطيلة، هذه وهذا كتخلطهم مع العطرية، التحميرة، البزار، الكنجبير حتى كيطيحوا. ايوا هي غتوريكم اختي طريقة التحضير بالتفصيل، يلا تابع معها. وما تنساوش تدعموا القناة بلي لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع بيناتكم عفوا. وشكرا، يلا وهيبة تفضلي. نبداو على بركة الله. غندير البويته، نخليوها حتى تسخن. بعد ما سخن الزيت غنديرو البصله، من بعد غنزيدو هاد الصوصات. شوية الملح، شوية الكنجبير، شوية البزار، شوية التحميرة، عطية عطرية ديال الشاورما تبقى اختيارية. بعد عندي واحد شويه ديال لاصق الحاره تبقى اختياريه. كي بغي الحاره غيزيد، ما بغاش ممكن تكون اثنين. انا الحشوه ديالي راه طابت، غنطفي عليها وغنزيد الشعريه الصينيه، هذه ديال الشعريه ديال الروز. هذا بالنسبة للشعريات الصينية اللي كتخوي عليها الماء طيب، يعني خارج لي السبولة، كتخليها واحد شوية باش كترخف. من بعد كتلفها وكتعاود تقردها بقرادة ديال الربيع باش ما تبقاش مربوطة. وبالنسبة للشعرية الصينية ماشي بالضرورة تاع الرز، حتى الاخرى راه كتصدق. فهمتكم مزيان. نزيدو عليها الفرماج الحمر، ونخلطو الكل جيدا ونخليوها حتى تبرد، عاد نعمرو بها الوريقة ديالنا. هاد لا درناها سخونة غتبقى تقطع معانا. بالنسبة للورقة هداك الوجان بحال هو لي كنديروه من الفوق، ومن هنا كنديروه التحت. نديرو شوية الحشوة، كنبقاو نتشلتو، غادو الحشوة مزيان لهنايا،
نعاود معكم وحده اخرى. بسم الله. البن هذا اللي كيبقى هنا راه كندخلوه لتحت تحت باش كتشمل لي البريال كتجينا على هذا الشكل هذا. قادوا الأطراف وموجوا بحال هكا كنتلو على هاد الشكل هادا. أنا غنصبح حتى نسالي الحشوة اللي عندي. من بعد ما كملت الحشوة ديالي أنا درت البريوات في لاطا اللي مدهونة بالزيت ودهنتهم شوية ديال الزيت مع شوية التحميرة. دابا غندخل من الفران يطيب. البريوات اللي حضرت معكم اليوم كيجيو على هذا الشكل هذا، عاودوا تلمعوا التقرميشه، هذا الشكل كيجي من الداخل. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعموا القناه ديالي وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. بسلامه.